الحمد لله ربي ما خيبناش، ثلاثه نقاط ديالنا جبناهم وكنا نماركيو اكثر من البيت واحد، وبسبب الرطوبه والحراره راكم عارفين واخا بالليل. الحمد لله الدراري سبوعه ورجال، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وديما رابحين ان شاء الله، وغنجيبوا هاد لاكوب ان شاء الله، غتكون من نصيبنا ان شاء الله، وغنهديوا لسيدنا ان شاء الله. كنا كنتسناو هاد النهار هذا بفارغ الصبر وفرحه كبيره، وما نكذبش عليك فرحانين ليهم ونتمنى لهم ان شاء الله المزيد المزيد من العطاء. وديما ماروك الصراحه القلب ديالنا كان كيتزعزع من مطعوه وما كيمشيو ولا كيجي. الصراحه كنا مخلوعين بزاف، ولكن الحمد لله على هذا التفوق اللي ماشيين فيه، وبنكوراج ليهم ان شاء الله يا ربي. وكيف لا فرحوا هما راه كنفرحوا حنا، ولا بكاو هما راه كنبكيو حنا، وديما ماروك الحمد لله. الدراري طلعوا اسبوعه كما العاده، والغياب ديال الوليد الركراكي اثر علينا، ولكن مع ذلك الحمد لله داركنا الموقف 1-0، راه ما كافيناش حنا، ان شاء الله تنتسناو منكم الاحسن، وتنتسناو المقابله الجايه تكون حماسه كثيره. ومبروك لاخواننا الكوت ديفوار، المنتخب الكوت ديفوار مبروك عليهم، والشعب الكوت ديفوار تبارك الله. الماتش غزال ولكن بقى فيه الحال، بغيت دوك البيوتات ديال الاخرين بغيتهم يتسجلوا، سي دوماج. ولكن الفرحه الكبيره اللي كانت عندي هي اقصاء ديال الجزائر، ملي تخسر الجزائر هذيك هي اكبر فرحه عندي. كما تنعرفوا في افريقيا ما بقاش فريق كبير وفريق صغير، فريق ديال زامبيا كان فريق منظم وكان صعيب، تمكننا من تسجيل هدف في الشوط الاول وتمكننا من الحفاظ عليه. اللي ما تمكناش منه هو تسجيل مزيد من الاهداف مع كثره الفرص اللي كانوا تاحوا للمنتخب الوطني، ما كانش التركيز في اللمسه الاخيره، وهذا مشكل كبير مع وجود ثلاثه ديال المهاجمين في المنتخب الوطني، ما كايناش النجاعه الهجوميه مالوغوزمون. وكنتمنى ان شاء الله هذا الشيء تصلح من هنا للادوار الاقصائيه اللي غيكون فيهم خروج المغلوب، ونتمنى من الله عز وجل المقابله المقبله مع جنوب افريقيا تدوز في احسن الظروف، ونتمكنوا من تجاوز كل من جنوب افريقيا، واللي جا من ورا جنوب افريقيا تنجيبوا الكوبي ان شاء الله باذن الله. المباراه كانت صعبه ما كانت سهله، حنا كنا توقعينها تكون صعبه، المنتخب الزامبي ولا الكونغو الديمقراطيه اصعب منتخبات كانوا معنا في المجموعه. كنتمنى هذا الغياب ديال الوليد الركراكي ما يعطرش على اللاعبين، يبقاو مركزين. كاس افريقيا غتبدا من الدور الثاني، وكنتمناو اللاعبين والمعيد البدني والسي بالمحمود يكونوا قد المسؤوليه، حيت بزاف ديال الجمهور كنتسناو اللعابه يفرحونا ويجيبونا كاس افريقيا نستاهلو.